استخدم القلب لينبض، هو شعار اليوم العالمي لصحة القلب هذا العام والموافق 29 من سبتمبر. فأمراض القلب والشرايين تحتل المرتبة الأولى بين أسباب الوفاة في العالم. كم من حد تعرفون توفى في ريعان شبابه بسكتة قلبية مفاجئة؟ فهذا المرض تسبب بأكثر من 17 مليون وفاة مبكرة، ومن المتوقع للأسف ارتفاع الرقم ل 23 مليون وفاة بحلول 2030. طبعا هذا اليوم العالمي للقلب هو فرصة للتوعية بأمراض القلب والشرايين، وبعض المعلومات في التقرير التالي. أرحب بضيف الدكتور قيس إسماعيل مرابط، أخصائي أمراض القلب التداخلية. يا مرحبا بك دكتور قيس. مرحبا بك ومرحبا بجميع المتابعين قناة الظفرة. ونحن سعيدين بوجودك اليوم. ومثل ما قلنا دكتور قيس، أمراض والوفاة المبكرة بسبب السكتات القلبية، شو سبب هذا التزايد الغريب؟ هو صحيح في الأعوام الفارطة شهدنا تزايد في الأعداد المرضى القلب. هذا التزايد يرجع لتزايد أعداد المرضى بالسكري والكوليسترول والسكري والكوليسترول وضغط الدم المرتفع، وخاصة تزايد التدخين والشيشة. الشيشة صارت من عاداتنا اليومية، ولات دخلت البيوت تبعتنا، ولات وسيلة تواصل اجتماعي. الشيشة عندها أضرار كثيرة، والمنظمة العالمية للصحة تدخين شيشة في اليوم يعادل أقل شيء باكيت تدخين، يعني سجائر. لما يكون هذا في مكان مفتوح، في مكان مغلق ممكن تعادل 100 سيجارة الشيشة. زين، ليش هذا التساهل ويا الشيشة؟ والله الشيشة صار كما قلت لك، صارت دخلت البيوت. صارت الأصدقاء لما يجتمعوا على شيشة، بطل الناس يطلعوا رياضة مشي، ولا أكثر شيء اللجوء للمقاهي والأماكن المغلقة هذه علشان يتناولوا الشيشة. نعم. إذا نشوف التوعية دائما تكون على السجائر، بينما التوعية عن مخاطر ومضار الشيشة تكون أقل. ليش؟ شو السبب؟ هي المنظمة العالمية للصحة تصنف السجائر والشيشة وجميع أنواع التدخين نفس الشيء، نفس التصنيف ونفس الضرر. يعني زين، نحن في الوطن العربي يمكن استخدام الشيشة أكثر، ولكن عالميا أيضا نسبة الوفيات بسبب أمراض القلب مرتفعة. شو السبب؟ شو عالميا المعدل؟ صحيح أنه أمراض القلب هي في المرتبة الأولى. أما لما نقارن البلدان المتقدمة بالبلدان الأخرى، نجد أنه في المرتبة الأولى في البلدان المتقدمة هي وهو السرطان. لأنهم استطاعوا أنهم يعالجوا أول شيء مشكلة التدخين. التدخين أصعب بكثير في البلدان المتقدمة من بلداننا. وثاني شيء تطور العلاج عندهم أكثر من بلداننا نحن. وكما خبرتك، ثالث شيء الأمراض السكري والكوليسترول وضغط الدم في البلدان تبعت أكثر من الأعداد تبعت أكثر من البلدان المتقدمة، وهذا ناتج على وعي الناس. حتى هوني في دبي لاحظوا أنه الأجانب يمارسوا رياضة أكثر من نحن العرب. لازم نوعي لثقافة الحياة السليمة أكيد. وممارسة الرياضة بشكل مستمر أكيد. تكون جزء لا يتجزأ من حياتنا، ليس فقط لخسارة الوزن، وإنما روتين يومي.
ضروري الوقاية من حتى لو أمراض القلب والضغط بالضبط. والسكري والكوليسترول. نعم دكتور، نشوف أيضا حالات لشباب لا يدخنون ولا يعني يستخدمون الشيشة وأيضا يمارسون الرياضة، ولكن يتعرضون لسكتة قلبية مفاجئة، شو السبب؟ صحيح، بس الأعداد هذه قليلة مقارنة بالمرضى اللي عندهم نعم تدخين وسكري وكوليسترول ويصيبون بجلطة قلبية. ثم عامل هو العامل الوراثي. أمراض القلب ممكن تكون عندها أسباب وراثية، وعادة عند المرضى هذم السبب هو أكثر شيء هو وراثي، يكون عنده في عائلة الأب أو الأم يعني مرضى بالقلب نعم وجاهم يعني موت مفاجئ في صغار السن. نعم انزين، طرق الوقاية من هذه الأمراض؟ الوقاية أول شيء تبتعدوا عن التدخين، نعم يعني التدخين هو السبب الأول لأمراض القلب. ثاني شيء الأكل تبعنا لازم يكون صحي، قليل الملح قليل الكوليسترول وقليل السكري، وأكثر نتناولوا أكثر فواكه وخضروات من اللحوم الحمراء. ثالث شيء لازمنا يكون عندنا وعي إنه نسوي تشيك أب، يعني في سن معين لازم نروح عند الدكتور نسويه مرة في السنة تحاليل السكري وتحاليل الكوليسترول ونقيسه ضغط الدم، لأنه في الحالة هذه ممكن نتجنبوا الآثار تبع الأمراض هذه. نعم، نشوف أيضا في فئات معرضة أكثر لهذه الأمراض من فئات أخرى، شو هذه الأمراض انتشارا أو أكثر شيوعا في أي فئة من المجتمع؟ هو قبل كانت أمراض القلب منتشرة أكثر في 40 50 سنة، الحين بتغيير نمط الحياة صرنا نشوفه حتى شباب 30 40 سنة يمرضوا بأمراض القلب. كما خبرتك السبب الأول هو تزايد الأعداد التدخين، وثاني شيء نمط الحياة تغير، نعم وثالث شيء الأكل تبعنا تغير، وهذا ممكن حتى نلاحظوه حتى عند أطفالنا. أطفالنا قبل كانوا يلعبوا برا وكانوا يركضوا، الحين لا، الحين آيباد آيفون سمارت فون تابلت. أطفالنا قبل كانوا يأكلوا في البيت، الحين صح لا، الحين صار في ديليفري في فاست فود، وحتى لما نروح المولات أكثر ما كان مليان في المول هو الفود كورت. لازم صحيح نرجع لعاداتنا إنه نتجنبوا الألعاب الإلكترونية هذه كثير ونكثروا من الحركة، وطبيعة الحال أكل البيت هو صحي، وهذا معناتها ما فيش شك فيه. جميل أنك تطرقت للعادات السيئة ليس فقط عند الشباب أو الكبار بل أيضا الأطفال. إذا الممارسات الوقائية من أمراض القلب المفروض أنها تبدأ من سن صغير. أكيد أكيد الوقاية تبتدي من عند أول من سن صغير. حتى الحين نحن نشوف وراء التغيير السيء هذا في العادات نسبة البدان عند الأطفال زادت بشكل ملحوظ، وهذا بيؤدي عند الكبار أمراض قلب أمراض مفاصل أمراض تزايد عدد ضغط الدم الكوليسترول السكري. إذا تحدثنا عن الممارسات الوقائية حتى للأطفال، بالنسبة للعوامل الوراثية اللي أيضا اتطرقنا لها، على الإنسان أن يقوم بفحوصات دورية صحيح؟ متى يبدأ السن المناسب لهذه الفحوصات؟ وكم المدة اللي يجب أن يكرر فيها الإنسان هذه الفحوصات؟ هو السن يختلف من إنسان لإنسان آخر، يعني لو أخذنا إنسان هاي ريسك لازم يبتدي من سن مبكرة. نعم يعني هاي ريسك يعني شو؟ يعني في العائلة عنده كثير ناس مرضى بالقلب، لازم في سن 30 يروح يسوي تشيك اب، يشوف يقيس ضغط الدم، يشوف معدلات السكري معدلات الكوليسترول. بالنسبة للإنسان اللي يقولوا ما عنده مو هاي ريسك ولا عنده لا ضغط لا سكري لا كوليسترول، ممكن بعد 40 سنة يروح مرة للدكتور يقيس الكوليسترول ضغط الدم السكري، لأنه لو في شيء ممكن نكتشفوه نعم، في ولكن وقت دكتور مبكر. قيس قلنا في بعض الأشخاص اللي بصحة جدا جيدة، لا عندهم ضغط دم، لا عندهم يعني لا يدخنون، لا كان السجائر العادية أو الشيشة،
ويتعرضون إلى سكتة قلبية. هل الفحوصات الدورية المسبقة ممكن أنها تقي من هذا المرض أو من السكتة القلبية لا سمح الله؟ الفحوصات المبكرة باش تقلل من الريسك، أما الريسك دايما موجود، أما نقلل من الريسك لو، لأنه لو فيه سكري وإلا كوليسترول وإلا ضغط دم نكتشفوه مبكرا، أما الريسك حيظل، يعني حيظلوا دايما في ناس ما عندهم ولا شيء بس للأسف يتصابوا نعم، بمرض قلب. يقولون الأطباء أن التوتر والضغط النفسي هو مرض العصر، ونشوف أن التوتر والقلق الزائد يسبب الكثير من الأمراض اللي ما نكون واعيين لها. يعني نشوف أن الجسم وصحته تدهور ويكون السبب الرئيسي هو التوتر. هل يعني مشكلة التوتر واللي أصبح شائع في هذه الفترة أيضا من مسببات أمراض القلب؟ التوتر والانزايتي والستريس والدبريشن هم امراض نعم، ولازمهم يتعالجوا، ولو ما عالجناهمش حيكون عندهم تاثير على الجسم كله مو على القلب فقط. وصحيح انه الانزايتي والستريس والدبريشن ممكن تسبب لنا امراض في القلب وتزيد من نسبة نسبة الامراض القلبية. نعم لهذا السبب لو في الانزايتي والستريس والدبريشن لازم الإنسان يروح للاستشاري طبعا الخاص عشان فهمتني يعالج نفسه. وبالنسبة يعني الستريس الخفيف أحسن علاج هو الرياضة، يعني الرياضة تقينا من أمراض القلب، صحيح. تقينا من أمراض هذا الستريس والأنزايتي وكل شيء. دائما نشوف أن التوتر له تأثير مباشر وفوري وأيضا تأثير طويل المدى. شو التأثير القصير المدى على القلب؟ يعني مثلا أنا الحين متوترة، شو ممكن كيف يأثر؟ هل يزيد من ضربات القلب؟ التوتر يزيد من ضربات القلب، بس نعم، مرة أخرى تزيد هذا أعراض التوتر. يعني وين في المستشفى كثير فهمتني مرضى يجيوك علشان فهمتني عندهم تزيد في دقات القلب، ولما تسأل أسأل تشخص إنه في توتر لازم نعالج التوتر عشان نعالج تزيد ضربات القلب. التوتر لمدة طويلة ممكن يؤدينا إلى فهمتني جلطة قلبية لا سمح الله، فهمتني موت مفاجئ. التوتر يزيد من ارتفاع ضغط الدم، ويزيد نفس الشيء من نسبة إصابة بالسكري. هذا السبب لازم نتفاداو التوتر ونتفاداو العصبية وكل شيء. طبعا أكيد أتفق وياك، وأيضا نسمع الكثير من الشائعات. نقول شو الأسباب، يعني شو أكثر الشائعات الخاطئة اللي سمعتها عن مسببات أمراض القلب؟ والله أكثر شيء هو الطرق الجديدة تبع التدخين، هذه الفايبينج والايكوس. كثير عندي مرضى يجون يقول لك أنا بطلت تدخين أما ايكوس وفايبينج هذم عندهم، راهو نحب نقول للناس نفس الضرر. تدخين السجاير الشيشة والإلكترونيكية نفس الشيء، إذا لازم ممكن أيضا تسبب أمراض في القلب. الطرق التدخين الجديدة ممكن تسبب أمراض في القلب، أما أمراض أخرى ما نعرفوهاش، لأن فهمتني هذه أدوات جديدة. جديدة بالفعل، وليس هنالك بحوث طبية. فيش بحوث طبية نعم، إنها ممكن نشوف التأثير الطويل المدى، يمكن القصير المدى، حتى أن طلعت الكثير من التقارير الطبية العام الماضي أعتقد أن الفيبينج اللي هو واحدة من الأدوات الإلكترونية للتدخين سببت حالات وفاة وأمراض في القلب لصغار السن، موت مفاجئ كان. أكثر شيء كانت أمراض في الرئة، نعم، وللحين ما نعرفوش الأسباب. لازمنا نفهم انه شركات التدخين هذه دائما تحاول تخلق لنا شيء جديد علشان تحث الشباب انهم صحيح. يدخنوا، واكيد مع اعلانات خاطئه وكله انها فهمتني ما عندهاش نفس اضرار السجائر وكلهم. اكدوا لجميع مشاهدينا انه فقط وسيلة دعائية فقط، وإنما الأضرار واحدة. أضرار واحدة ولازم نبتعدوا عليها. أكيد. إذن دكتور قيس،
دائما تنصح مشاهدينا الابتعاد عن العادات السيئة من تدخين، أيضا المثابرة على ممارسة الرياضة، اللايف ستايل الصحي، النظام الغذائي المتكامل. أي نصائح أخرى لمشاهدينا فيما يتعلق بأمراض القلب؟ هما نفس النصائح، أما بالنسبة نحن الحين في فترة كورونا نعم ننصح جميع المرضى، نخبروا جميع مرضى القلب إن هما أكثر عرضة للوفيات بالكورونا من يعني من المرضى الآخرين، ولازم الكمامة ولازم التباعد ولازم نعم يتخذوا الإجراءات الإجراءات الاحترازية. الاحترازية نعم علشان نديروا بالنا من الكورونا. أكيد. شكرا جزيلا دكتور قيس، شرفنا شكرا اليوم ووايد استفدنا من هذه المعلومات. شكرا. شكرا لك، شكرا لك.